محاولات نتنياهو المكثفة وجهوده الحثيثة لإيقاف المظاهرات المناوئة له بحجة مكافحة فيروس كورونا أثارت ردود أفعال صحفيين ومراقبين حول نوايا نتنياهو من هذه الخطوة. ومن أبرز ما كتب حول الموضوع مقال لأسرة تحرير صحيفة هآرتس، اعتبر تعديل القانون مسا خطيرا بالطابع الديمقراطي لإسرائيل. ومما جاء في هذا المقال: المظاهرة ليست حقا شخصيا يمكن لكل إنسان أن يأخذه وحده أو على مقربة من مكان سكنه، ولعدد الأشخاص في المظاهرة مثلما هو مكانها أيضا يوجد معنى حرج. يفهم نتنياهو هذا جيدا، ولهذا فهو يسعى لأن يقيد المظاهرات لمسافة قصيرة جدا من مكان السكن، فيما تحضر المظاهرات أمام الكنيست أو أمام الوزارات الحكومية. هذا مس بحق أساسي للمواطنين في دولة ديمقراطية. وفي مقال آخر نشر أيضا على صحيفة هآرتس للكاتب يوسي فيرتر تحت عنوان: نتنياهو يمتطي كورونا آملا توقف المظاهرات وغير آبه للاقتصاد. ويقول الكاتب: سقط القناع عن وجه رئيس الحكومة أثناء النقاشات وكشفت الحقيقة المجردة، فمن أجل إبعاد المثيرين للضجة عن محيط المنزل هو مستعد لأن يلحق بالاقتصاد الجريح النازف ضررا قدرته وزارة المالية بنحو 35 مليار شيكل، وهو لا يتردد لحظة عندما يكون الخيار إغلاقا جزئيا يتنفس مع مظاهرات أو إغلاقا خانقا وقاتلا. ليس هذا فحسب، بل أبدى عزمه تقليص حق التظاهر إلى الحد الأدنى حتى بعد انتهاء الإغلاق الشامل. إلى هنا وصلنا إلى ختام بانوراما. تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.